بسم الله الرحمن الرحيم. معانا الدرس الرابع وآخر درس في الفصل الثالث اللي هو المحول الكهربي والمحرك الكهربي. أول حاجة معانا بيقول لك لا يؤدي المحول الكهربي وظيفته عندما يكون التيار المار في ملفي الابتدائي. طبعا احنا عارفين ان المحول الكهربي فكرة عمله اللي هو الحث المتبادل بين ملفين، وبالتالي عشان يكون في حث متبادل لازم يكون في او التيار اللي ماشي في الملف الابتدائي تيار متغير، يا اما متغير الشده بس يا اما متغير الاتجاه بس يا اما متغير الشده والاتجاه اللي هو تيار متردد يعني. وبالتالي هنا بيقول لك لا يؤدي، عشان ما يؤديش يبقى التيار في الملف الابتدائي يكون مستمر، يعني ثابت الشده والاتجاه الاثنين. هنا بيقول لك متغير الشده موحد الاتجاه، لو متغير الشده هيبقى في فيض متغير هيؤدي وظيفته يبقى ده ما ينفعش، متردد متغير الشده والاتجاه هيؤدي وظيفته، عالي التردد طبعا عالي التردد يعني متغير الشدة والاتجاه يعني التيار متردد يعني، وبالتالي برضه هيأدي وظيفته. جيم بيقول لك موحد الشدة موحد الاتجاه كده يبقى مستمر، فيض مستمر مفيش تغير في الفيض مفيش مش هيأدي وظيفته يعني، وبالتالي الإجابة دي. رقم اتنين بيقول لك أي الاختيارات التالية تصف أجزاء محول كهربي رافع للجهد. طبعا رافع للجهد يبقى الN ثانوي اكبر من الان ابتدائي. بيقول لك هنا جهد الدخل، طبعا احنا لسه قايلين ما ينفعش جهد الدخل يكون مستمر يبقى دي غلط ودي غلط. القلب طبعا القلب بيكون من الحديد المطاوع وبالتالي التلاتة ينفع، طبعا دول ما ينفعش يبقى اخر اتنين بس، احنا كده لحد دلوقتي محصورين في اخر اتنين. بعد كده هنشوف بقى عدد اللفات، هنا عدد لفات الملف الابتدائي اكبر من الايه من الثانوي، طبعا ما تنفعش محول رافع وبالتالي الابتدائي اقل من الثانوي او الثانوي اكبر من الابتدائي، يبقى انت عندك هنا 100 وهنا 10. ثلاثة بيقول لك هنا الشكل المقابل يوضح شكل جهد الدخل لمحول خافض للجهد، طبعا خافض للجهد يبقى جهد الثانوي اقل من ايه من الابتدائي يبقى في ثانوي اقل من في ابتدائي، فيكون شكل جهد الخارج هو، طبعا انت هنا هتلاقي ان في ماكسيمم بتاعت الابتدائي ب 12 وبالتالي في ماكسيمم بتاعت الثانوي هتبقى اقل من ال 12. تعال نبص كده الاول على الجهد، هتلاقي ان هنا 12 وهنا 12 بغض النظر عن الشكل بتاع المنحنى، وهنا 12 وبالتالي التلاته دول ما ينفعوش، ده وده وده ما ينفعش، وبالتالي هتبقى الاجابه دي عندك الفي ثانوي اقل من ال 12. طبعا هنا لو بصيت للمنحنى ده والمنحنى ده هتلاقي ان فرق الطول ما بينهم 180 درجة، وبالتالي معلومة عندك فرق الطول ما بين جهد الابتدائي وجهد الثانوي ب 180 درجة، وهي نفسها فرق الطول ما بين التيارات يعني. فانت عندك لو ده منحنى الابتدائي ففرق في فرق في الطول 180 درجة، يعني ايه فرق الطول ب 180؟ هتبص هنا هتلاقي ان ده بادئ من بداية الزمن بالمنحنى الموجب، هنا بعد 180 درجة بادئ الايه الموجب، وبالتالي فرق الطول ما بين الاتنين 180 درجة. أربعة بيقول لك محول كهربي يمكن تغيير عدد لفات ملفه الثانوي، والرسم البياني المقابل يمثل العلاقة بين فرق الجهد بين طرفي الملف الثانوي وعدد لفات الملف الثانوي، فتكون القدرة الناتجة في الملف الثانوي عايزين البي دبليو ثانوي عندما يكون عدد لفاته 200، بيقول لك كده لما الان ثانوي تساوي 200 ومقاومة دائرته 75 اوم. طبعا دي سهلة، انت هنا من على الرسمة هتيجي عند الان ثانوي بتساوي 200 هتطلع فوق هتلاقي ان الفي ثانوي ب 192 وبالتالي الفي ثانوي هنا ب 192 فولت. طيب بعد كده عندك المقاومة وعندك فرق الجهد تقدر تجيب البي دبليو بتاعت الثانوي، وبالتالي البي دبليو ثانوي بتساوي الفي ثانوي تربيع على المقاومة بتاعت الثانوي. الفي ثانوي قلنا ان هي 192 على الار ثانوي اللي هي 75، يطلع معاك ربعمية واحد وتسعين ونص.
طبعا احنا هنا جبنا الايه، جبنا الفي ثانوي من على الرسم، يعني جينا عند الان ثانوي ب 200 وطلعنا، تطلع فوق كده قطعت المنحنى جيت تي. طيب لو فرضنا مثلا ان هو ما كانش، يعني كان عطيك ان ثانوي مش موجودة هنا، يعني هنا اخرك 200 اعطيك مثلا دي ب 250، كنت هتعمل ايه؟ بسيطة خالص، هتجيب الميل. الميل هنا عبارة عن الفي ثانوي على ان الثانوي، بيساوي كام؟ بيساوي 48/50. بعد كده تساوي الميل ده في ثانوي على ان ثانوي، وبالتالي عندك هنا لما ال ان ثانوي تكون ب 200 هات الفي ثانوي، بس ده الميل تضربه في ال 200 هيديك الفي ثانوي 48/50. مثلا على 50 فيها 1، 50 فيها 4، 4 في 48 هيديك، نقص 4 من 200 هيديك 196 برضه. ثواني كده، نقص قصدي 8 من 200، 4 في 2 هيديك 192، هي هي، وبالتالي هنا 491.5. رقم 2 بيقول لك كفاءة هذا المحول. طيب عشان تجيب كفاءة المحول، فانت عارف ان كفاءة المحول بتساوي ايه؟ الايتا بتساوي البي دبليو ثانوي على البي دبليو ابتدائي، اللي هي الفي ثانوي اي ثانوي على الفي ابتدائي اي ابتدائي، وممكن تشيل اي ثانوي على الاي ابتدائي ده وتحط ان ابتدائي على ان ثانوي. هل عندك معلومات كافية تجيب منها اي حاجة من دول؟ مفيش، ما عنديش اي معلومات عن الملف الابتدائي، وبالتالي مش هتقدر ايه تحدد. السؤال رقم 5 بيقول لك الكمية الفيزيائية التي تزداد في الملف الثانوي لمحول كهربي مثالي خافض الجهد. طيب المحول الخافض للجهد الفي ثانوي أقل من الفي ابتدائي، وطبعا ده مثالي، تعرف ان البي دبليو ثانوي بتساوي البي دبليو ابتدائي، وبالتالي طالما ان الفي ثانوي أقل من الفي ابتدائي يبقى الاي ثانوي هيبقى أكبر من الاي ابتدائي، وبالتالي هنا الكمية التي تزداد هي ايه؟ هي شدة التيار. في الشكل الموضح يكون فرق الجهد بين النقطتين A و B، طبعا دي معظم الناس بتقع فيها، عاوز فرق الجهد بين الـ A والـ B، هل المحول ده هيأدي الوظيفة بتاعته؟ لا، ليه؟ لأن هنا تيار مستمر، طالما تيار مستمر مش هيتولد هنا إيه؟ EMF مستحث، وبالتالي هتبقى يساوي صفر، مفيش تيار في الفيل المغناطيس. رقم 7، محول كهربي مثالي نسبة عدد لفات ملفي الثانوي إلى عدد لفات ملفي الابتدائي N ثانوي على N ابتدائي بيساوي 3/2. إذا كانت القدرة الناتجة من المحول تساوي BW، القدرة الناتجة من المحول اللي هي BW ثانوي بتساوي BW، فإن القدرة الداخلة إلى ملفي الابتدائي تساوي، طبعا احنا لسه قايلين إن ده محول مثالي، في حالة المحول المثالي BW ثانوي بتساوي BW ابتدائي، وبالتالي لو الثانوي BW يبقى الابتدائي BW برضه. ثمانية بيقول لك محول كهربي خافض للجهد، خافض للجهد يبقى الفي ثانوي أقل من الفي ابتدائي، يتصل ملفي الثانوي بمصباح كهربي قدرته ده البي دبليو ثانوي، عندما كان فرق الجهد الفعال الناتج من المحول ده الفي ثانوي، فإن القيمة العظمى لشدة التيار المار عبر المصباح تساوي، عايزين الآي ثانوي، بس هنا مش عايزها الآي ثانوي افكتيف او ار ام اس، عايز القيمه العظمى، يبقى ده اي ثانوي ماكسيمم. طيب اعمل دي ازاي؟ بسيطه، عندك البي دبليو ثانوي وعندك الفي ثانوي، وانت عارف ان البي دبليو بتساوي الفي ثانوي اي ثانوي، هتجيب الاي ثانوي تضربها في جذر 2 تجيب الاي ثانوي ماكسيمم. يبقى انت هنا بي دبليو ثانوي بتساوي 12 واط، وعندك الفي ثانوي بتساوي 24 فولت، يبقى انت هنا الاي ثانوي بتساوي البي دبليو ثانوي على الفي ثانوي، هيساوي بي دبليو 12 على 24 هيديك نص، بعد كده اي ثانوي ماكسيمم بتساوي نص في جذر 2، نص في جذر 2 هيبقى جذر 2 على 2.
رقم 9، أي من الرسومات البيانية التالية يمثل علاقة بين قدرة الملف الابتدائي BW ابتدائي وقدرة الملف الثانوي BW ثانوي في محول مثالي؟ طبعا في محول مثالي الـ BW ثانوي بيساوي الـ BW ابتدائي. وبالتالي هتيجي هنا تبص، خد عند أي نقطة كده BW ثانوي BW ابتدائي لو بيساوي واحد، ايه شرطة يعني، لو انت طرحت كده هتلاقي ان البي دبليو ثانوي بيساوي ايه نفس المقدار بتاع البي دبليو ابتدائي، وبالتالي الاجابه هتبقى دي. طبعا دي خط مستقيم الميل بتاعه بواحد زي ما انت شايف كده. بس طبعا لو جيت تقرب تجرب اي واحده هنا مثلا بي دبليو ابتدائي، لو انت خدت شرطه طلعت فوق هتلاقي ان البي دبليو ثانوي ضعف. طبعا ده استحاله، مفيش حاجه كده. هنا لو انت جيت هنا بي دبليو شرطة تلاقي ان البي ثانوي اقل من الشرطة دي. طبعا دي علاقة غلط اصلا. رقم 10، نفس السؤال بس هنا بيقول لك في محاول غير مثالي. طبعا محاول غير مثالي يبقى البي دبليو ثانوي اقل من البي دبليو ابتدائي. استحالة البي دبليو ثانوي تكون اكبر من الابتدائي، لازم تبقى عارف الحتة دي. انت عندك هنا الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وبالتالي انت لازم تكون قدرة الملف الابتدائي أكبر من قدرة الملف الثانوي. طبعا في حالة المحاول المثالي، وده مش موجود في الواقع يعني، بس احنا هنا رياضيا بنقول ان هو موجود. في حالة المحاول المثالي الاتنين بيساووا بعض، لكن في حالة المحاول غير المثالي ده أقل من ده، في جزء من الطاقة بيستنفذ في الإيه داخل المحاول. المهم بي دبليو ثانوي أقل من البي دبليو ابتدائي، تيجي مثلا ده شبه ده خلاص وده شبه ده، قلنا ده ما ينفعش، وبالتالي هتبقى الإجابة دي. عندك هنا البي دبليو ابتدائي لو بواحد هتبص تلاقي إن البي دبليو ثانوي أقل من إيه؟ من الواحد، وبالتالي الإجابة هتبقى دي. طبعا الميل هنا حتة تانية برضو، احنا هنا قلنا إن الميل بواحد الزاوية دي ب 45 درجة. هنا لو بصيت هتلاقي إن الزاوية دي أقل من 45 درجة، يعني أو بطريقة تانية الميل او الخط ده بيميل للايه للبي دبليو ابتدائي. معنى كده ان البي دبليو ابتدائي اكبر من البي دبليو ثانوي، هنا بيميل للايه للثانوي، وبالتالي ده هيبقى اكبر من ده. هنا في النص الاتنين قد بعض. الحاجات دي رياضيات يعني، لو انت ما انتش فاهمها كبر دماغك. بيقول لك هنا كفاءة محول 80% تعني أن الفقد في الطاقة 80%. غلط، كفاءة المحول 80% معنى كده إن في 20% من الطاقة ضاعوا في الإيه داخل المحول، لأن الكفاءة بتساوي البي دبليو ثانوي على البي دبليو ابتدائي. وطبعا البي دبليو ثانوي بتساوي إيه؟ بي دبليو ثانوي بتساوي البي دبليو ابتدائي ناقص الفقد في الطاقة اللي هي البي لوس. وبالتالي معنى ان كفاءة المحول 80% ان في 20% من الطاقة ضاعوا في الايه ضاعوا في المحول. طبعا واحد هنا هيقول لي بس انت هنا كاتب القدرة، ما انت لو ضربت القدرة في الزمن هيديك الطاقة. هي نفس الفكرة يعني. يبقى هنا بيقول لك الفقد في الطاقة 80% غلط، قدرة الملف الثانوي 20% غلط برضو، الفقد في الطاقة 20% صح. 12، الرسم البيان المقابل يمثل علاقة بين قدرة الملف الابتدائي وقدرة الملف الثانوي لمحول كهربي خافض للجهد. طبعا خافض للجهد يبقى الفي ثانوي أقل من الفي ابتدائي والإن ثانوي أقل من الإن ابتدائي. النسبة بين عدد لفات ملفي 1 إلى 20، وبالتالي أنت عندك هنا هو هنا قايل لك ايه خافض للجهد، وبالتالي انت عارف ان 1/20 دي هي ال n ثانوي على ال n ابتدائي من غير ما يقول لك، لان هو خافض للجهد ال n ثانوي اقل من ال n ابتدائي. بيقول لك هنا كفاءة المحول تساوي، طبعا كفاءة المحول هنجيبها من هنا علاقة ما بين بي دبليو ثانوي وبي دبليو ابتدائي، وانت عارف ان الكفاءة بتساوي البي دبليو ثانوي على البي دبليو ابتدائي اللي هي ميل الخط ده. طبعا اسهل حاجة نجيب بيها الميل ده ان انت تاخد النقطة دي 1 وربع و1 وتاخد الصفر وصفر، هتلاقي ان الميل بتاعك
يبقى هنا الإيتا عبارة عن الميل بيساوي دلتا بي دبليو ثانوي على دلتا بي دبليو ابتدائي، بيساوي 1 ناقص 0 على 1.25 من 100 ناقص 0، وبالتالي دي هتبقى 1 على 1.25 من 100، طبعا هنا سنضرب في 100 في 100%، 1 على 1.25 من 100، 8 من 10 في 100 يديك 80%. اتنين بيقول لك قيمة شدة التيار في الملف الابتدائي، عايزين الاي ابتدائي، اذا كانت شدة التيار في الملف الثانوي اي ثانوي ب2 امبير، وفرق الجهد بين طرفين الملف الابتدائي 220 فولت، وده الفي ابتدائي. طيب هل انا محتاج ده؟ مش محتاجه، انا عندي النسبة بين عدد الملفات، وعندي هنا بين عدد الملفات قصدي، وعندي هنا الاي ثانوي، وانا عارف ان الاي ابتدائي على الاي ثانوي سواء محول مثالي او غير مثالي بتساوي ال n ثانوي على ال n ابتدائي بس، وبالتالي هنا على طول ال i ابتدائي بيساوي i ثانوي ب2، ال n ثانوي على ال n ابتدائي 1/20، ال 2/20 1/10 اللي هي 1/10 امبير. تلتاشر بيقول لك محول يستخدم لرفع الجهد الكهربي من 120 فولت، ده الفي ابتدائي، إلى 3000 فولت، ده الفي ثانوي، والتيار المرفي ملفي الابتدائي ده الأي ابتدائي، والتيار المرفي ملفي الثانوي ده الأي ثانوي، فإن كفاءة هذا المحول تساوي، طبعا ده تعويض مباشر. انت عندك هنا في ابتدائي بتساوي 120 فولت، في ثانوي بتساوي 3000 فولت، الأي ابتدائي بتساوي 2 امبير، والاي ثانوي بتساوي 6 من 100 امبير. الايتا بتساوي بي دبليو ثانوي على بي دبليو ابتدائي، او في ثانوي اي ثانوي على في ابتدائي اي ابتدائي في 100%، هيساوي في ثانوي ب3000 في اي ثانوي ب6 من 100 على في ابتدائي 120 في الاي ابتدائي 2 في 100%. تلاتين في ستة 180 على 240، 3 على 4 75%، كنت حسبتها كده وخلاص، هتطلع دي 75% في 100، هتطلع 75%. اربعتاشر محول رافع للجهد كفاءته 80%، يبقى انت دي الايتا، النسبة بين عدد لفات ملفي الابتدائي وعدد لفات ملفي الثانوي هي 1/16، بقول لك هنا رافع للجهد، وبالتالي النسبة دي 1/16 هي ال n ابتدائي على ال n ثانوي. فتكون النسبة بين تردد التيار، طبعا انا بطلع الموتات قبل ما اكمل السؤال، النسبة من تردد التيار في ملفي الابتدائي وملفي الثانوي 1:1، بغض النظر عن الكفاءة وعن البتاع ده، التردد هو هو، وبالتالي هنا 1:1. خمستاشر محول كهربي كفاءته 90%، والصلة بمصدر تيار متردد جهده يبقى ده الفي ابتدائي، إذا كانت شدة التيار المرفي ملفيه الابتدائي والثانوي على الترتيب ده الأي ابتدائي وده الأي ثانوي، فإن القدرة الناتجة من الملف الثانوي. طيب نكتب المعطيات، بيقول لك هنا الايتا بتساوي 90%، وبيقول لك هنا ان الفي ابتدائي بتساوي 110 فولت، فبيقول لك ان الاي ابتدائي بتساوي 2 امبير، والاي ثانوي بتساوي 18 امبير، وعايزين القدرة الناتجة من الملف الثانوي اللي هي البي دبليو ثانوي. طيب أسهل طريقة إن أنا أجيب البي دبليو ثانوي، أنا عندي الإيتا بتساوي البي دبليو ثانوي على البي دبليو ابتدائي، مش موجودة بس هتقدر تجيبها في ابتدائي في الأي ابتدائي في 100%، لما تعوض عن ده ب90% هتقسم 90% على 100% يديك 9 من 10،
وبالتالي بي دبليو ثانوي على بي دبليو ابتدائي بتساوي 9/10، يبقى البي دبليو ثانوي بتساوي 9/10 في البي دبليو ابتدائي اللي هي في ابتدائي في الاي ابتدائي، 110 في 2 هيطلع معاك 198. طبعا كان في طريقة تانية ان انا اجيب ايه، ان انا اجيب البي دبليو ثانوي. ايه هي الطريقة التانية؟ بس دي كانت يعني هتعوض على الفاضي، يعني هي دي اسهل حاجة، هي نفس الفكرة. كنت هجيب الفي ثانوي بعد كده تضربه في الاي ثانوي، بس عشان تجيب الفي ثانوي هتعوض هنا بالفي ثانوي في الاي ثانوي، وبالتالي على طول هي كلها مع بعضها احسن. يبقى هي دي. طيب بعد كده بيقول لك نسبة عدد لفات الملف الابتدائي لعدد لفات الملف الثانوي تساوي، بيقول لك هنا عاوزين ال n ابتدائي على ال n ثانوي. ده اقدر اجيبها بطريقتين، ان انت يا اما من القانون ده، انت عارف ان الايتا بتساوي في ثانوي في ال n ابتدائي على في ابتدائي n ثانوي، وبالتالي عشان تجيب ده محتاج الفي ثانوي، عشان تجيب الفي ثانوي هتيجي على البي دبليو ثانوي تقسمها على الاي ثانوي تجيب الايه، الفي ثانوي، وبعد كده تعوض هنا هتجيب النسبة دي. طيب واحد هيقول لي طب انا ايه اللي دخلني في الحوارات دي، ما انا عارف على طول ان الان ابتدائي على الان ثانوي بتساوي الاي ثانوي على الاي ابتدائي بس، والاي ثانوي ب 18 والاي ابتدائي ب 2، وبالتالي ده هيديك 9 الى 1. فدور على الحل الأسهل وحل بيه، متعقدش نفسك يعني. ستاشر بيقول لك محول كهربي كفاءته متصل بمصدر كهربي متردد القيمة الفعال لجهده. طبعا متصل بمصدر يبقى ده على طول الايه، الفي ابتدائي. إذا علمت أن القدرة المستنفذة في الملف الابتدائي ده بي دبليو ابتدائي، وعدد لفات الملف الابتدائي وعدد لفات الملف الثانوي، فإن نوع المحول وشدة التيار الكهربي المار في الملف الثانوي. طبعا نوع المحول على طول ده محول خافض، يبقى ده على طول خافض لأن عدد لفات الثانوي أقل من الابتدائي. عايزين بقى شدة التيار المار في الملف الثانوي. وهنا أعطيك الإيتا بتساوي 80%، وعندك هنا البي دبليو ابتدائي بتساوي 120 واط، وأعطيك الفي ابتدائي بيساوي 240 فولت، وأعطيك الإن ابتدائي بيساوي 3000 لفة، والإن ثانوي بتساوي 1500 لفة، وبعد ده كله عايز الأي ثانوي. طيب أجيب الأي ثانوي إزاي؟ طيب انت عندك هنا اسهل طريقة، اسهل طريقة ان انت من الاتنين دول هتجيب الاي ابتدائي. بعد ما تجيب الاي ابتدائي عندك عدد اللفات فتقدر تجيب الاي ثانوي، ده اسهل طريقة. في ناس تانية ممكن تقولك التحليات دي، وبعد كده هقولك ممكن ناس تفكر ازاي تاني، بس ده اسهل. ايه اسهل حاجة؟ على طول الاي ابتدائي بيساوي ايه، الاي ابتدائي بيساوي بي دبليو ابتدائي اللي هي 120 على الفي ابتدائي 240، هيطلع معاك نص امبير. بعد كده انا عايز اجيب الاي ثانوي، اي ثانوي على الاي ابتدائي بيساوي ان ابتدائي على ان ثانوي، يبقى الاي ثانوي بيساوي ان ابتدائي ب 3000 متقسمها على 1500 يديك 2 في الاي ابتدائي اللي هي بنص، هيطلع معاك 1 امبير. ناس تانية بقى هتقول لك ايه، انا من الايتا والبي دبليو ابتدائي هقدر اجيب البي دبليو ثانوي. طيب بعد ما تجيب البي دبليو ثانوي هتبص تلاقي ان ما عندكش الفي ثانوي اصلا، فانت هتحتاج تجيب الفي ثانوي. طب اجيب الفي ثانوي ازاي؟ من الايتا وعدد اللفات والبي دبليو سوري، من الايتا وعدد اللفات والفي ابتدائي اجيب الفي ثانوي. طب ايه اللي يخليك تدخل في الحوارات دي؟ ما انت على طول اهو.
فاهم الفكرة؟ حل بالطريقة السهلة، يبقى 1 أمبير وخفض. سبعتاشر، التيار المرفي ملف المحرك الكهربي. ملف المحرك الكهربي يقول لك ثابت الشدة والاتجاه، لا بيتغير الاتجاه بتاعه كل نصف دورة. متغير الشدة وثابت الاتجاه، غلط برضو، يغير اتجاه كل نصف دورة، صح. 18، في المحرك الكهربي ينعكس اتجاه التيار في الملف في اللحظة. طبعا اتجاه التيار في الملف بينعكس في اللحظة اللي بيكون فيه مستوى عموديا على الفيض. انا بيبقى حاطط نصفية الأسطوانة بحيث إن هو إيه ينعكس في اللحظة دي. بيقول لك هنا بينعكس في اللحظة إيه التي ينعدم فيها الفيض المغناطيسي المقطوع بواسطة ملف. طبعا ده غلط، لما يكون مستوى ملف عمودي الفيض المغناطيسي بيكون أقصى قيمة تصل فيها كثافة الفيض المغناطيسي لأقل قيمة، لا ما أقل قيمة اللي هي الصفر، وبالتالي ده غلط برضو. ينعدم فيها حجم الإزدواج المغناطيسي المؤثر على الملف، ده صح. في اللحظة اللي بيكون فيها مستوى ملف عمودي لو في حتى تيار فبينعدم عزم الازدواج، لأن انت عندك في اللحظة دي التاو بتساوي البي في الاي في الاي في الان ساين سيتا، والسيتا دي اللي هي الزاوية ما بين العمود على مستوى ملف اللي هو الام دي وما بين الايه المجال، وبالتالي هو عمودي حتى لو في تيار بينعدم ايه بينعدم عزم الازدواج. بس طبعا هنا انا ببقى ظابط المحرك بحيث ان هو في اللحظة دي ما يكونش فيه تيار. رقم ده بيقول لك تصل فيها قيمة القوة المغناطيسية المؤثرة على الملف القيمة العظمى، طبعا دي غلط برضو. 19، تعمل القوة الدفع الكهربية المستحثة العكسية في ملف الموتور على، طبعا بتبقى عكسية عكس اتجاه التيار الأصلي، وبالتالي دي بتعمل على انتظام سرعة دوران الملف. زائد شدة التيار المرفي في الملف، غلط. تغيير اتجاه التيار المرفي في الملف زائد سرعة دوران الملف انتظام سرعة دوران الملف. طبعا الأسئلة سهلة، إن شاء الله هنكمل في الفيديو الجاي مع أسئلة المقال. بالتوفيق، والسلام عليكم.